هوايه الارصاد بتتوقع ان يشهد اليوم طقس معتدل في اول الليل، مائل البروده في اخره، وفي الصباح الباكر مائل الحراره على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، حار على جنوب البلاد. وطبعا تفاصيل اكتر يعني عن حاله الطقس هنعرفها من خلال كمان متابعتنا لعدد من درجات الحراره يمكن المتوقعه معانا النهارده. وهنبدا معاكم من القاهره والعظمى فيها 28 صغرى 20، العاصمه الاداريه 28 19، اسكندريه 27 21، العلمين الجديده 26 21، مطروح 26 20، دمياط 27 21، بورسعيد 28 22، اسماعيليه 28 19، السويس 29 19، العريش 27 19، كاترين 23 9، طابة 27 21، حلايب 29 24، شلاتين 31 23، شرم الشيخ 31 24، الغردقة 30 22، الفيوم 29 19، بني سويف 29 18، الوادي الجديد 32 17، أسيوط 31 17، سوهاج 32 18، قنا 33 21، الأقصر 34 21، وأخيرا أسوان 34 22. طيب وتفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياطي، عضو مركز الإعلام بيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، يعني حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا ان احنا دلوقتي في الساعات المتأخرة من الليل وصباح الباكر الجو بدأ يبقى برد فعلا. بالتأكيد احنا الفترة دي يمكن كل ما تقدمنا اكتر في فصل الخريف بتبدأ تظهر الفروق الكبيرة ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم. بتبدأ الصغرى خلال ساعات الليل المتأخر وصباح الباكر تكون منخفضة بشكل كبير. وده اللي احنا ملاحظينه الفترة دي، بتبدأ بنسجل درجات حرارة خلال ساعات الصباح الباكر يمكن أقل من 20 درجة مئوية على أغلب مناطق الجمهورية من ضمنها القاهرة الكبرى. الأيام الحالية تحديدا بيساعد على إحساسنا أكثر ببرودة الطقس خلال ساعات الصباح الباكر وهو نشاط الرياح النسبي اللي بيكون موجود على أغلب مناطق الجمهورية. يمكن اليوم تحديدا وحتى نهايه الاسبوع نشاط الرياح ده قد يتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعه في بعض الاحيان. وده بيكون عامل مهم جدا في احساسنا بانخفاض درجات الحراره. طب يا دكتور، هي الرياح دي محمله بالرمال والاتربه؟ لان انا يعني لاحظت ان بقى لنا يومين كده بيبقى في الرياح دي فيها تراب شويه، وده طبعا بيأثر على اصحاب الجيوب الانفيه، وانا بحس بالحاجات دي قوي. بالتاكيد ده يمكن اقول لحضرتك هو ان الرياح دي لما توصل ل 40 كيلو متر على الساعه في بعض الاحيان قد تكون مثيره لبعض الرمال والاتربه، خاصه على المناطق المكشوفه من محافظات شمال الصعيد، بعض المناطق من القاهره الكبرى، مناطق من مدن القناه. كل المناطق دي بالفعل عليها فرصه لاثاره الرمال والاتربه نتيجه نشاط الرياح القوي ده. كمان الرياح هتكون نشطه على البحر المتوسط والبحر الاحمر، وقد تؤدي احيانا لارتفاع الامواج الى اكثر من 3 متر، فتصل ارتفاعات الامواج اليوم وغدا على مناطق من البحرين الاحمر والمتوسط ما بين 2.5 الى 3.5 متر. ده بيأثر على حركه المراحل البحريه طبعا. بالتاكيد طبعا بيجعل حاله البحر المتوسط او حتى البحر الاحمر مضطربه اغلب فترات اليوم، قد تكون معتدله احيانا لكن السائد عليها انها بتكون مضطربه بشكل كبير، بالاضافه طبعا لدرجات الحراره اللي بنشهدها الفتره دي اللي بتكون حول معدلاتها الطبيعيه وهي منخفضه طبعا عن الفتره اللي فاتت اللي بتوصل معها العظمى على القاهره الى 28 درجه مئويه. مش عارفه حضرتك تتفق معايا ولا لا، بس مثل هذا الوقت من العام السنه اللي فاتت ما كانش الجو بالاجواء البارده دي بالليل، يعني كان لسه احنا اعتقد ان احنا لاخر شهر نوفمبر كنا لسه بنتمتع باجواء حاره، ففي في اختلاف السنه دي صحيح؟ بالتاكيد طبعا العام الماضي تم تقييمه من قبل الهيئه العامه للارصاد الجويه انه من اكثر الاشتياء دفئا، كان بالفعل الطقس دافي بشكل كبير، كان اعلى من المعدلات الطبيعيه بشكل مجمل. يمكن هذا العام الفتره اللي فاتت او الايام القليله الماضيه من شهر اكتوبر كان تقييمنا برضه لدرجات الحراره انها اعلى من المعدلات لكن بمعدل طفيف جدا. زي ما قلت لحضرتك اللي احنا بنسجله الفتره دي 28 درجه على القاهره خلال ساعات الظهيره وما بين 19 ل 20 درجه مئويه خلال ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر، دي تعتبر حاليا
هي المعدلات الطبيعية سواء بالنسبة للقاهرة أو باقي مناطق الجمهورية. هل مزيد من الانخفاضات الفترة اللي جاية يا دكتور؟ يعني من تحليلنا الخرائط بتشير أن لمدة أسبوع قادم على الأقل درجات الحرارة هتظل حول هذه المعدلات من 28 ل 29 بالنسبة للقاهرة خلال فترات الظهيرة، بتنخفض ل 19 و20 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى. بالنسبة للمحافظات شمال الصعيد طبعا بتكون أعلى بشكل طفيف وتدريجي، أعلى درجة حرارة بنوصلها بتكون على جنوب الصعيد، ده مستمر معانا إن شاء الله يمكن لمدة أسبوع قادم على الأقل، درجات الحرارة دي حول معدلاتها الطبيعية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية عن المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. يعني خلي بالنا كلنا اليومين الجايين إن في رياح دي ممكن تكون محملة بالرمال والأتربة لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، وكمان أولادنا نازلين مدارس في الصباح الباكر نخلي معهم جاكيت خفيف لأن فعلا الجو بيكون برد وفي تغير كبير في درجات الحرارة. هرجع مرة تانية لشاذلي وبسنت عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.